كل سنة طبعا وكل عمال مصر طيبين، كل سنة واحنا طيبين. يوم العمال أو عيد العمال بالمناسبة هي مناسبة دولية، مناسبة عالمية، يعني دول كتير جدا بتحتفل فيه نفس اليوم بعيد العمال. وكانت انطلقت أصلا شرارة يعني هذا العيد في أستراليا في سنة 1856 يا شاذلي، تخيل. وكان الاعتراض على فكرة ظروف العمل المجحفة، لأن هم كانوا بيشتغلوا عدد ساعات طويل جدا. صحيح. فكان من أبرز مطالبهم طبعا ظروف عادلة، ومن ضمن هذه الحقوق إن هو تقلص عدد الساعات لثمان ساعات يوميا، انه كان عدد ساعات العمل كانت طويله جدا. وبعد كده انتقلت من بلد لبلد ومن دوله لدوله لغايه ما عممت الفكره، ما عدا الولايات المتحده الامريكيه بتحتفل بيه في يوم تاني. ما اختلفناش، لكن هو في النهايه زي ما انت قلتي ما فيش شك انه الصناعه مهمه لاحداث تنميه في اي دوله في العالم كله. طبعا مصر دوله صناعيه واحنا عندنا مصانع ليها تاريخ، بالاضافه الى الصناعات الجديده اللي بقت موجودة ومنتشرة في كل حتة في العالم دلوقتي، بقى موجود عندنا منها عدد كبير من المصانع اللي بتشتغل على بتقنيات حديثة، بتستخدم تكنولوجيات حديثة، فكان لابد من تطوير العمالة والأيدي العاملة في هذه المجالات. وأعتقد أن احنا بقى خلال الفترة اللي فاتت احنا بقى عندنا كمان جزء بيوضح طبعا اهتمام الدولة بهذه الأمور، مجمعات صناعية. الفكرة مش في تطوير بعض المصانع القائمة فقط، لا، احنا بقينا بنعمل مجمعات صناعية لصناعة معينة. مثلا يا جمانة ننشئ مجموعة من المصانع بتخدم على بعض، في النهاية نخرج بمنتج نهائي يفيد العمال، وده مهم جدا، وفي نفس الوقت تكون تكلفته مناسبة، وبنشتغل بأحدث التكنولوجيات الموجودة، وده حق أصيل للعمال لأنه بكل تأكيد بيعود بالنفع عليهم. بكل تأكيد يا شاذلي، الحقيقة أنه العمال في أكبر الاقتصاديات في العالم، نتكلم عن ألمانيا، عن الصين، عن أي اقتصاد ناجح، العمال هم وقود هذا الاقتصاد الناجح. بالنسبة لهم فكرة أنه يكون في عامل مهاري وعامل حرفي بشكل كبير جدا، دي يعني بالنسبة لهم من أهم العوامل، من أهم عوامل النجاح. طبعا ده بيساعد في وجود بقى معدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، ويكون في تأهيل كبير، لكن العامل فيه اهتمام كبير جدا بيه. والحقيقة أنه حتى يمكن في هذه الدول بيكون الأسر نفسها أو أفراد المجتمع نفسه مهتمين جدا أنه يكون في من ضمن نطاق الأسرة، أو يكون في المجتمع فيه اهتمام كبير قوي وتقدير كبير جدا للعمال. فمرة تانية كل سنة وكل عمال مصر بألف خير، ويعني زي ما بقول كده دايما تسلم إيديك. وخلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وانطلقت فعاليات هاكاثون الحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي بينظمها معهد بحوث الإلكترونيات، وبيستهدف تطبيقات التحكم الذكي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ده بكل تأكيد ضمن خطة ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، ازاي حضراتكم؟ يا اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. لو في البدايه حضرتك تعرفينا على المحاور اللي بتركز عليها فعاليات الهاكاثون للحلول الذكيه لتحديات الطاقه الجديده والمتجدده واللي بينظمها معهد بحوث الالكترونيات. تمام، بس خليني قبل بس ما اتكلم عن المحاور ادي نبذه صغيره عن معهد بحوث الالكترونيات والهاكاثونز اللي عاده بيقيمها سنويا. معهد بحوث الإلكترونيات هو معهد بحثي متخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وهو أحد المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إحنا المنديت بتاعنا أو الشغل بتاعنا الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية، وما بنتوقفش عند كده، لا، إحنا بنقدم الاستشارات العلمية لمختلف قطاعات الدولة. كمان في ملف مهم جدا احنا مركزين عليه الفتره دي، هي تنميه قدرات الشباب وتاهيلهم لسوق العمل، وبالتالي بنعد ملف فيه مجموعه من المبادرات، بنقدم منح تدريبيه للخريجين، معسكرات تعريفيه بالتكنولوجيات البازغه الموجوده حاليا، وبنعمل مجموعه من الهاكاثون. يمكن هاكاثون الطاقه المتجدده ده ثالث هاكاثون بنعمله. بالنسبة للمحاور الخاصة في الهاكاثون ده، كان تصميم وتنفيذ نماذج أولية سواء لروبوتات تنظيف الألواح الشمسية أو لتوربينات الرياح ذات سواء المحور الأفقي أو الرأسي. ومش بنقتصر على ده،
اي فكره ابداعيه في مجال الطاقه المتجدده كانت ضمن هذا الهدف. طب يا فندم، بالنسبه للهيئات والجهات التعليميه اللي بتشارك في فعاليات الهاكاثون او هاكاثون الحلول الذكيه لتحديات الطاقه الجديده والمتجدده، لو هنتكلم بشكل محدد، يعني ايه هي هذه الهيئات وايه هي هذه الجهات وايه كمان نوع المشاركه او نوع التعاون؟ طيب، الجهات اللي نظمت وراعت هذا الحدث مع معهد بحوث الالكترونيات كانت اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. كان في عدد من المستثمرين ورجال الاعمال هم اللي دعموا هذا الهاكاثون. والجهات اللي تقدمت للهاكاثون كل المبدعين والموهوبين بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم. شارك معانا طلبة الجامعات سواء الحكومية، الأهلية، التكنولوجية الخاصة، الدولية، المعاهد العليا، شاركت خريجين الجامعات، مدارس السم، المعاهد البحثية، كل الجامعات دي شاركت في مختلف تخصصات كهرباء، إلكترونيكس، ميكاترونيكس. يعني أكثر من 40 جامعة ومدرسة ومعهد بحثي شارك في هذا الحدث. طيب، أكثر من 40 جهة، لكن عدد المشاركين تقريبا وصل قد إيه؟ أكثر من 350. عظيم. هل في سن معين؟ مراحل عمرية مختلفة. أنا بس عايزة أقول لحضرتك الجامعات لو حضرتك شفتها مختلف المحافظات، يعني جامعة القاهرة، عين شمس، أسوان، منوفية، بني سويف، دمياط، زقازيق، أنا مش عايزة أنسى حد. عظيم. على مستوى الجمهورية كلها. المراحل السنية بتتفاوت، ولكن بنتكلم في فئة الشباب من 15 سنة لحد 25 سنة، وكان في طبعا خريجين مشاركين. طب يا فندم، مدة تدشين الهاكاثون تقريبا قد ايه ومستمرة لمدة قد كام يوم؟ الهاكاثون كان لمدة 3 ايام وانتهى بالفعل الفعاليات بتاعته امبارح، ولكن الفعاليات انتهت ولكن احنا مستمرين. الفكره كانت من الهاكاثون اننا نتبنى الافكار الابداعيه والحلول التكنولوجيه ونقدمها للجهات الصناعيه. فبدات، يعني انتهى فعاليات الهاكاثون ولكن بدات فتره الاحتضان للافكار التكنولوجيه. عظيم. طيب، هاكاثون مدته 3 ايام بيشارك فيه 40 جهاز زي ما حضرتك ذكرتي، بيصل عدد المشاركين فيه ل 300 مشارك. ازاي نقدر يا فندم ننقل هذه التجربه بحيث ان هي لا تقتصر فقط على مده اقامه الهاكاثون وتنتشر بقى، يعني هؤلاء الشباب يكونوا سفراء للهاكاثون؟ الحقيقه ده فعلا اللي تم حاليا. احنا طالعين بتوصيات للهاكاثون وبعتين لكافه الجهات، اولا شكر انهم شاركوا في هذه الفاعليه. بنبتدي نوجه الجامعات ان الصناعه محتاجه 1 2 3. المستثمرين اللي كانوا موجودين واتفرجوا على المخرجات البحثيه طالبين استكمال هذه المشروعات في مجالات محدده. كل ده هنراسل بيه الجامعات علشان الهاكاثونز اللي جاي يبقى الطلبه مستعده. كمان احنا اخترنا، يعني لا تقتصر على الجوائز الماديه اللي قدمت من الاول للخامس، لا تقتصر على ذلك فقط، لكن في مجموعات هنحتضنها ان شاء الله وهنأسس لها شركات ناشئه، لان ده كمان من مهام المدينه العلميه الخاصه بمعهد بحوث الالكترونيات. ففي شباب احنا خلاص بننقلهم من مجرد انها فكره ابداعيه، بنعمل لهم البيزنس موديل وبنقول لهم يلا انطلقوا وكونوا شركات، وده طبعا لدعم الاقتصاد القائم على المعرفه التكنولوجيه. طيب يا فندم، حضرتك ذكرتي انه صحيح الهاكاثون انتهى ولكن حضراتكم مستمرين في استقبال الافكار والمشروعات. اللي حابب ان هو يشترك او ان هو يستفيد يعني من هذه المبادره او من هذا البرنامج، ايه الشروط؟ ايه المطلوب؟ هل في مشروعات معينه او هل بيبقى في مستهدفات لمشروعات معينه او تطبيقات معينه؟ كل ما هو له علاقه بالالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقه احنا بنحتضنه. اي فكره ابداعيه على خارج فكره الهاكاثون، يعني مجرد ان بيخبط على بابنا شخص عنده فكره ابداعيه بنبتدي نقعد نتكلم معاه. لو الفكره ماتيور او جاهزه بنبتدي ندعمه، بنحميله الفكره كمان، بنمشي معاه في اجراءات
حمايه الفكره، بنمشي معاه في اجراءات ان هو ينشئ شركه لو الفكره قابلة للتسويق. فده الشغل الخاص بالمعهد، احتضان الافكار وتحويلها لمنتجات نصف صناعيه. في شروط بقى يا فندم، يعني الشخص المتقدم ده في شروط او معايير اللي استفدته من هذا البرنامج؟ لا خالص. المهم ان الفكره اللي عنده هي فكره قابله للتطبيق وقائمه على نظريه سليمه، ايا كان عمره ايا كان الجهه اللي جاي منها احنا بندعمه طالما الفكره فكره ابداعيه وقابله للتطبيق. طيب هاكاثون لتحديات الطاقه الجديده والمتجدده، ايه ابرز التحديات وايه الحلول اللي تم طرحها؟ لو هنذكر بس حاجه او اتنين. زي ما ذكرت يمكن في الأول، إحنا عندنا مباني كبيرة زجاجية، فكان محتاجين نموذج أولي لربط بينظف سواء الزجاج للمباني عالية الارتفاع أو الألواح الشمسية. والحقيقة اتقدم كذا نموذج لتنظيف الألواح الشمسية، وكذا نموذج ابتدينا نجتمع مع الطلبة أنهم يتكاملوا مع بعض، ان كل واحد عنده جزء قوي فاكثر من مشروع. وعلى فكره الفائز الاول، الفريق الاول والفريق الثاني ابتدوا يقعدوا مع بعض علشان يعملوا نموذج متكامل. جميل. وهو ده فكره الهاكاثون، مش الفكره ان يكسب واحد او اثنين او ثلاثه، الفكره اني اكمل معاهم وان ده يتحول لمنتج موجود في السوق، او على الاقل يستفيد منه احدى الجهات الصناعيه. وكل واحد يا دكتوره شيرين بيكون عنده اضافات بكل تاكيد. بالظبط كده. احنا كان دورنا نعدل نطور ندي الارشاد والتوجيه، او نكامل فرق العمل مع بعض نعرفهم ببعض. طيب اخيرا يا دكتوره شيرين، مين المسؤول عن اختيار المشروعات او التطبيقات اللي ممكن تنفذ او ممكن ان هي يتم حتى مساعده صاحب هذه الفكره او متقدم بيها؟ طيب احنا اللجان التحكيميه اللي كانت موجوده كانت بتضم مجموعه متنوعه، خبراء من الباحثين العلميين اللي موجودين في المعهد، ممثلين لجهات تمويل من اكاديميه البحث العلمي، رجال من المستثمرين ورجال من الصناعة. كل دول كانوا في لجان التحكيم علشان أنا بحكم فنيا الفكرة دي وفي نفس الوقت قابليتها للتطبيق ورغبة المجتمع في أنه يطبق هذه الفكرة. فلجان التحكيم دي كلها كان في بعد التحكيم لكل المشروعات، لأن العدد كبير جدا، في لجنة عليا من الفئات اللي أنا ذكرتها بنحط ريكومنديشن، يعني مش بننتهي بانتهاء المسابقه، حاطين ان ده يصلح لمشروع نبتدي نطور فيه لحد ما الطلبه تكتمل ينضج عندهم الفكره، فممكن المعهد يدعمهم ماليا وفنيا لحين اكتمال الفكره. وفي مشروعات لا، المستثمر قال انا قادر ان انا أو عندي استعداد إن أنا أستثمر في دول. وضحت الفكرة يا دكتورة شيرين، نشكرك شكرا جزيلا دكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ووزارة التعليم العالي، شكرا لحضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.